تحية سما حديد عز، وماذا نرى لهذا السما الذي ما زال يتداول عند وقف خسارة 91 اللي دم ضربه، وده اللي بيقول لنا احنا خرجنا من السما. طيب لو انا بفكر في دخول السهم وبقول ان السهم ممكن يعمل ردة فعل ايجابية، لازم السهم يستقر في مستويات ال 94 وفي الوقت ده هشتري، وهيكون التزامي بوقف الخسارة عند مستويات ال 91، وهيكون باستهداف مستويات ال 97 جنيه اللي اخترقها وبقوة الاستقرار منها، ده اللي يعزز ان احنا هنشوف قمم جديدة. غير كده تظل نظرتنا سلبية، وهنشوف السهم هيعمل ايه لو قرب من عند مستويات 87 ل 85، اللي لو كسر بعمق قد يعود مرة أخرى لمنطقة الطلب الرئيسية اللي ما بين مستويات ال 78 لحد مستويات ال 80 جنيه. يعني نظرتنا ما زالت سلبية، تتعزز الإيجابية قلنا لو عدنا واستقرينا في مستويات ال 94، وساعتها هيكون الشراء باستهداف مستويات 97 أول هدف، ويكون وقت الخسارة بتاعنا عند 91 جنيه. وبالتوفيق.